الشيشي رئيس الحكومة يعلن عن مجموعة من الإجراءات الجديدة في محاولة من الحكومة التونسية لتطويق الانتشار الرهيب لفيروس الكورونا. عافانا وعافيكم الله. فما إجراء الفت انتباه برشا مواطنين تونس، يقول لك رئيس الحكومة يمنع التنقل بين الولايات التونسية إلا لضرورة العمل أو التداوي أو ما إلى ذلك، في نفس الوقت يخلي الحدود مفتوحة. هل هذا معقول؟ يعني هو مشروع الحكومة يحمي التناقض في داخله. يعني إذا كان أنا من قفصة، والله النهارات بالمناسبة أنا ولد قفصة ونحب نعمل زيارة لقفصة، يمنع علي باش نزور قفصة، باهي نقولوا وقاية، ولكن الحدود تبدأ سايبة، وخاصة ولا سيما نصبن عليا كلمة منذ مدة على أن يوم 27 جوان كان فاصلا في إعادة الفيروس وإعادة تحريكه في البلاد، والموجة هذه نعانوا فيها وقطاع السياحة مأزوم وكل مؤشرات رجال الاقتصاد والمختصين في السياحة يقولوا في الكلام هذاك. يعني السياحة لم ما استنفعناش حتى بشيء، لا عمله صعبه ولا حتى شيء. يعني احنا عملنا مشكله لارواحنا. ومنين؟ من الحدود. يزيد يجي زاد نفس الشيء يخلي الحدود يا خويا، على الاقل مو كي تاخذ اجراء اخذها بتوازن يا خويا. هذه من الجهات، فما حالات خاصه هذيك نسمعوا الحالات خاصه نتاع التداوي نتاع تزاور لابد منها، والحدود ايضا لازم ياخذ نفس الموقف. الاجراءات هذه الاجراءات بتاع الحكومه، والواحد لازم ساعه اول حاجه لازم يكون تبدا هي رئيس تبدا من المواطن، لازم يكون المواطن واعي. مع ذلك تمشي انت في الشارع تو ترى تقول انت تشد على حكايه مشادد على حكايه البافيت وخطايا وكذا، انا ماليش نار بوليس شد واحد عمل خطايا على البافيت، تبدا واضحين. دونك اذا كان المواطن ماهوش واعي راي الحكومه واحد مش تعمل حتى شيء. هذه حاجه. بالنسبه للتنقل بين المدن صحيح، تم اجراء تم كل المدن، يقول لك باش انا نقص باش نقص شويه الانتقال، باش نقص شويه العدوى، باش نقص شويه العدوى في المدن هذه باش ما تزيدش، يكون واحد لاباس عليه هنا يمشي المدن لبلاد اخرى يجيب العدوى للبلاد هذيك ويعاود يرجع لبلاده وتولي مشاكل اخرى. هو قبل كل شيء اللي كان باش نحكيو على يعني منع تنقل بين المدن، ما فيش اجراءات يعني او تحديد للعمليه كيفاش مشكوك، فهذا في حد ذاته يفتح باب حتى للابيت بوفوار للفساد لبرشا حاجات، والعملية في الآخر تصير يعني يصير التنقل. وإنما يلزم يضبط الإجراءات كيفاش باش تكون عملية التنقل باش يبعد كل ما هو شبهات علي مش يقوم بالعملية يعني بالمراقبة، وعلى المواطن زادة باش يكون في وضعية مريحة باش يعرف بكوي السجين. يعني مش تبقى العملية هكاكة ومجرد إعلان ينجم تستغلها اطراف، فهمتني، فرديه. يعني انا ديما نحكي على لي بار با دي سيستيم، يعني سيستيم ريغورو ان شاء الله بحوليه، مي يعني مبادرات فرديه في اتجاه واني بور كوا بور افوار يعني انا بيد بوفوار. والله ما يقع الان في الوطن على الاقل على مستوى الاجراءات ومستوى تحرك الحكومه واللجان الطبيه كلها تحركات متأخرة ومحتشمة وغير مفهومة، هنالك ارتباك على مستوى الأداء الحكومي على اعتبار أن الوضع خطير جدا. اليوم الموت بالآلاف، الدولة لا تحرك ساكنا، وإذا حركت هذا الساكن لا يأتي ذلك إلا متأخرا. هنالك تناقض في هذه الإجراءات بين منع الحركة بين المدن وابقاء على الحدود مفتوحة فضيحة. هنالك إجراء كان ساري المفعول مع فتح الحدود هو عدم إجراء الفحوصات اللازمة للقادمين، ومن هناك ابتدأت العدوى. على الحكومة أن تكون واضحة، لأن الوضوح هو السبيل الوحيد لإنقاذ ما تبقى من هذا الوطن. تعتقد أنه مجموعة الإجراءات أو هذه الحزمة كما سميت من الإجراءات كافية وذات جدوى لتطويق انتشار الوباء وإلا ناقصة؟ والله هي نعرف اللي الوضعية يعني صعبة جدا والحكومة في وضع هش، هي إجراءات، ولكن المهم في تقديري أنه فما إجراءات أخرى ثقافية توعوية
يعني مبادرات من المجتمع المدني، مش فقط أن الحكومة هي تأخذ الإجراءات، المجتمع المدني بيدو يزم يتحرك، يزم يقوي القدرة النفسية متاع البشر في اتجاه وأنه يتعامل مع الكوفيد هذا بدون خوف، في اتجاه أنه يطبق القوانين، في اتجاه أنه يؤثر يعني غيره على نفسه، في أنه نخلق نوع من التآزر والتضامن ونحيو أكل لونغواس اللي ولينا نعيشيه، ولينا نعيش وضعية وأنه يمرض وكانوا مش نشيطنوه نجرموه ولا متهم، وبالتالي فهذا كل واحد منا راهو عرضة للإجراءات. تخذها سيد المشيشي خارج السياق جملة وتفصيلا، هاني يقول لك كقارة كمواطن كمتعرض لكل شيء، خارج السياق جملة وتفصيلا ولن تحل المشكلة. مش حل المشكلة، مش باش تحل المشكلة، لأن المشكلة متاعنا أختي العزيزة سبيطارات مهرية، ها مهتكة، تعرف شو معنى مهتكة؟ منها كان من قبل وزادت أونيكت. المفروض وإحنا دولة هشة وزدنا تهشينا في هالربيع العبري هذا، معناها على الأقل نوفروا ما يمكن أن يصيب هالشعب الكريم هذا اللي قاعد تعرض الوباء الكورونا. أولا في الصحة المفروض ياخذ إجراءات قوية في الصحة، إجراءات ضرورية عاجلة في الصحة، في قطاع الصحة، قطاع الصحة العمومية زيد، ومش وكل هنا في كل نقاط الجمهورية من المستوصف وانت ماشي. أداء كارثي في مستوى الصحة، أداء كارثي في مستوى الإجراءات، وأداء كارثي من المواطنين. ماذا نقول عن أكثر من 1000 معناها ضحية والدولة لم تحرك ساكنا في المعاهد والكليات والمدارس وهي أكبر تجمعات، ثم بعد ذلك يأتي هذا القرار. لا نعرف هل نحن الآن قادرين على الحد من هذا الفيروس أم ما زلنا سنتلقى ضربات أخرى وضربات موجعة في أصدقائنا وأخوتنا وأمهاتنا وأقاربنا ومقربين. كلامك صحيح، والدليل أنه القرارات هذه مليانة بالتناقضات. الحمامات العمومية سواء للرجال أو للنساء مفتوحة، وفي الليل يعملوا لهم كوفغف. صديقتي، ما نحن الآن بصدده هو حالة إرباك حقيقية. العقل العلمي هو عقل يؤمن بالدقة والوضوح واليقين، يؤمن بأن القانون كلي وضروري ويجب أن يسري على الجميع. نحن الآن أمام دولة تدافع على صاحب رأس المال عوض أن تدافع على المواطن، تدافع على الربح عوض أن تدافع على الصحة، فكأننا نفكر بدون مستقبل. إلى جانب التناقضات اللي مليانة به البلاغ هذا متاع رئاسة الحكومة، هناك أيضا نوع من الضبابية. كيقول مثلا الحدود مفتوحة، يعني السائح كيجي من برا ينجم يتنقل في تونس الكل ما غير ترخيص، بينما التونسي ما ينجمش يتنقل بين ولاية وولاية. هذا هو سيدتي الميز ما بين ولد هذا الميز اللي كانت تعمل في فرنسا وهي مستعمرتنا بشكل مباشر. يعني رجع لنفس الميز، يعني الناس اللي جاي من برا تتنقل كما تحب. سبب الدا شنو؟ لان نحن ما زلنا تحت الوصايه الاستعماريه وقرارنا ليس بيدينا. انا احب باش نتكلم فقط، الكورونا هذه على قد ما هي مخطره، ثم كورونا اخطر سياسيه تدور في البلاد. الخطوره السياسيه ان البلاد تفكت اتخذت تخربت، والسياسيين اللي موجودين تو لن يكونوا إلا متاع مشكل ومتاع زيادة تجريح البلاد وزيادة كما نقولوا زيادة المرض على الكورونا. إذن هم أخطر من الكورونا. شوف، بشعلن على إجراءات جدية حكومة، لا بشعلن على إجراءات جدية. سمعت إجراءات جدية تقول أنت تعمل كونفينمون توتال، لازم تحضر الفلوس، هذه بلاد فالسة، احنا ما عندناش فلوس، احنا على كام عطاوناش من برا ما عندناش فلوس. فما اللي يقول فما حل انجع اللي هو مثلا تسكير الحدود. تسكير الحدود، نقول لك حاجه، انت كان تشوف الاحصائيات في تونس كارتاج توا
ما عندك ترى في السويح انت تاع الوتله كلها مسكره، تاع الوتله كلها مسكره، وين ترى فيهم السويح انت؟ لازم الحدود هذه ما راش في موفمون كبير في المطارات وكذا، معناتها حاليا الحدود تقول لي معناتها تقول لي انت هاو الجزائر مسكره، هاو راس الجزائر مسكر، انا حكينا على البلدان الاوروبيه شكون قاعد يجي من اوروبا تو؟ مادام حد فتحوا راس الجزيرة ان شاء الله ان شاء الله يقوموا بال ان شاء الله يقوموا بالاجراءات الباهيه والصحيحه باش ما تزيدش من كورونا من ليبيا. هذا راهو مشكل كبير، يعني نعود الحين نحلوا الحدود مع الجزائر كيف كيف، راهو يلزم يلزم صرامه في الامور هذه، يلزم ما فيهاش بقاء. تقول لي انت الحدود على البلدان الخارجيه، البلدان الاوروبيه ما ثماش، انا ما ريت شيء، انا ريت كان السياحه باركه والوتله مسكروا ايزازونز فواياج فلسوا. العباد تعاني، العباد تعاني. انت تو اللي عنده قهوه تسكر القهوه الاربعه نتاع العشيه. من الصباح هي من الصباح تخدم حتى الاربعه نتاع العشيه، صحيح العباد تعاني ونخافوا الانهار باش نوصلوا وقت تبدا الانسان سيرتو الزوالي ما بقاش ما عادش عنده فلوس، نخافوا العباد تدور على بعضها، واللي انت عندك وانا ما عنديش نقسم معك. ما فيش حديث. يعني في تقديري هو فتح المجال للسوسيتي كامله، للسوسيتي سيفيل، للثقافه، للحاجات هذيا، باش نعرفوا كيفاش نتعاملوا، باش نبقاو ديما احنا ديما نحكيوا انو التوانسه نحنا قويين، باش قويين، قويين بالماده التضامنيه، احنا خرجنا من ثوره ما عرفناش كيفاش نستغلوها. لعبونا الاخر لعبنا وتقديري يعني العمليه متواصله انه فما اراده لاركاع تونس الى غير ذلك، تشوف العمليه الارهابيه الاخيره. راهي ناس تخدم اطراف خارجيه على انه يحطمون من الثورة إلى الكوفيد إلى غير ذلك، وبالتالي الجانب الثقافي والجانب الاجتماعي وجانب العمل المجتمع المدني راهو مهم جدا، مش فقط إجراءات نتاع رئيس الحكومة، رئيس الحكومة قدها منه والحكومة قدها منه. يلزم هما بيدهم الفون بارتي من المسألة هذه، ويلزم رئيس الحكومة عايط للأطراف هذه، ويلزمنا نخدموا هذه بلادنا، يلزمنا نحويهم.